بالنسبة لي هما مو تعرف نحن في حضارتنا العربية الإسلامية عنا ثلاثة تابوات، الدين والسياسة والجنس. السياسة طيحناها بالكو، طلع تابو جديد في عوضها تو. قراتوا سيدي توشو مينيستير دلانتيريور، قراتوا تلك الدولة داخل الدولة الإمبراطورية هذه اللي بالرسمي راهو شيء غريب، راهو شيء ما تقنيات نتاع جوسة، وتقنيات نتاع تعذيب، وتقنيات نتاع ديكتاتورية، وتقنيات نتاع فساد مالي وإداري ما صارش موثق في وزارة الداخلية. والجميع تعاهد يقول لك انا باش نشد وزاره الداخليه وباش نطهر، والجميع تنكر لذلك الشعار وزاره الداخليه وعيد الثوره. هذاك علاش انا مانيش راني نعرف السياسه ومانيش شو اسمه هذاك ارسطو ولا سقراط ولا تشي جيفارا، انا سيد زماني. راهو كي طلبت من المحكمه العسكريه استدعاونا فرحات الراجحي خلينا نسالوه على خلفيه القرار الشهير نتاع عزل 42 قياده امنيه، ماهوش سبه لك كمطلبي. انا مطلبي علاش من ناحيه اولى على خاطر قرار العزل ذاك غامض، كيفاش تعزل الانسان انت على خلفيه وانه ينجم يكون ضالع في قضايا فساد وفي قضايا قتل الشهداء وفي نفس الوقت ما تحيلوش على القضاء، كيفاش تعزل وتعوضه وانت متاكد بانه المعوضون مشمولين بابحاث جزائيه عسكريه، ومش فقط معوضين، راهم ترقاو، راهو ولاو مديرين عامين من الرئاسه، مدير عام وحدات التدخل، ومدير عام شرطه فنيه، هذوما الكل طالعين. نذكر الاسماء، لن نخشى، ما نخشاوش. ياسين التايب المنسق الجهوي هو المسؤول على خط المنظومه الامنيه التي على ضوئها قمعت انتفاضه القصرين، وعلى ضوئها قتل ابنائنا في القصرين. عماد الدغار هو المهندس، عماد الدغار راس كبير هذا اللي عملوا السياسه فتره بن علي كل يعرفوه. عماد الدغار هو الحاضر نهار 11 جانفي في الليل اللي الحرومات الكل هتكت في تالا يوم 11 جانفي في المعذره ما نعرفش ما نسبو تو. عماد الدغار نهار 11 جانفي في الليل هو المهندس نتاع اللي فوي اللي صاروا للمنازل نتاع عائلات الشهداء. اش قال ايش قلت لك؟ قناه الجزيره تلوج شكون الكلب حشاه بن الكلب من حومه السويحيه يعدي في الاخبار للجزيره. وعماد الدغار عمل منظومه كامله امنيه والمنازل الكل اقتحمت والحرومات الكل هوتكت وصار ثقافات او تحلفاء بحث تحقيقي بشرى ساره لعماد الدغار وامثاله. تحلفاء بحث تحقيقي تو في الكاف حتى عد ما هو بشفلت. ولكن انا ندائي ديما ماهيش جديد، راهي وزاره الداخليه بالنسبه لي انا ماهيش جديد، لن تتغير حتى نقاو ساسه من الثقات، ساسه قد الشعارات اللي يرفعوها. هما للاسف رفعوا شعارات عائلات الشهداء والجرحى والثوره واليافطات الانتخابيه وصلوا لدفة القرار، واليوم أول واحد عطيه ظهره للشهداء وعائلاتهم وحقوقهم وشعار المحاسبة هم الساسة. أستاذ فما سؤال يطرح نفسه، منذ أشهر الأستاذ مجدي غرسلي محامي من القصرين لاحظ أنه فما أعوان وضباط في منطقة القصرين قاعدين يحرقوا في وثائق ويعني وتوقف على أثر المعاينة هذه. ثم سؤال هو إتلاف الأرشيف، يعني سنة ساعة قبل كل شيء نحن ما نعرفش كان تتذكروا قضية سمير الفرياني حجر الزاوية بتاع تلك القضية شنية حجر الزاوية اللي على أساسها وجهت له تهمة عسكرية اسمها التآمر على أمن الدولة الخارجي. هو اتهم قيادات أمنية مدعومين ببعض الأعوان بإتلاف أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، وكان ذلك في موقعين جغرافيين، معمل فولاذ نتاع بن زرد ومعمل الورق نتاع حي الخضراء. والحمد لله المحكمة أنصفته وأعطته عدم سماع الدعوة، يعني بلغة أخرى تهمة ساقطة، يعني بلغة أخرى صارت حملات مش حملة، ما فماش مؤسسة نخرها ورم الفساد في عهد بن علي وعيد الثورة ما تعرضتش الحملة متاع إتلاف أرشيف ومتاع حرق وثائق ورحيان وثائق أخرى. لاتي سي او وزارة أملاك الدولة، وزارة الداخلية وما أدراك وزارة الداخلية. أعطينا نتحدى أي واحد وزارة الداخلية يعطينا ملف الشهيد زهير الزويدي، زهير اليحيوي، ولا ملف بولتانسكي، ولا مروان بن زين، صحفيين هذوما، ولا مروان بن زين هذوما يعني المخابرات تاع بن علي واللي هي شئت ما بيت مرتهنه جدا، مخابرات اجنبيه وربما اقول جيد ربما بموساد التو يخدموا والتو ينشطوا والتو يتجسسوا على المواقع. عمار 404 رجع غلق المواقع، رجع التنصت على الهواتف رجع، وما نقولش رجع سامحوني كان قلت رجع ما رجعش، هو ما قص الجملة ما قصش بتاتا، هو البس زي اخر وبرا. هذاك علاش راهو سامحوني بربي في نفس الوقت راهو كي نحكي هكا حذاري راني مانيش متحمل وزارة الداخلية.
انا لست متحاملا على وزاره الداخليه، ولكن اعتبر وانه كشرط من شروط رخاء هذه البلاد هي انه تلك الوزاره تطهر باعتبار وانه العديد من القيادات اللي مازالوا متنفذين فيها ايديهم ملطخه بدماء شهدائنا، ايديهم ملطخه تعذيب مواطنين توانسه شرفاء، وايديهم ملطخه بالتآمر على مستقبل اطفال تونس، وبالتآمر على مستقبل نساء تونس، وبالتآمر على ماضي ثكالة تونس.